فاعتقد انه الموضوع ده يعني موضوع مهم جدا، وكويس ان هو كان على جدول اعمال الرئيس النهارده. ايضا الرئيس تابع التطورات في مدينه العالمين الجديده. انا ما اعرفش انت شفت مدينه العالمين الجديده دي ولا لا لا. مدينه العالمين الجديده يا قلنا الناس اللي بتروح الساحل الشمالي خيال علمي، ما بقولكوش بقى انها اتعملت ماكيت وعلى الارض، المباني والفرش والمؤسسات والفلل والشقق وكل حاجه تقريبا بتنتهي، حاجه كده يعني ممكن تسموها اعجاز معماري رائع تم في وقت قليل جدا. فكره المدن الجديده نفسها يا خالد دي لا فكره ودي كمان رائعه، رائعة. انك انت بتخلق مش هقول مدينه موازيه، لكن انت بتوسع، يعني بتفك الاختناق، بتفك الازدحام، بتوفر فرص عمل جديده، بتعمل اسكان، بتعمل مصانع، بتعمل شغل. فالحقيقه في اكتر من مدينه جديده على مستوى الجمهوريه. والنقطه اللي كان بيتكلم فيها خالد انه لا مش مكان، ده في شغل، حته ان في شغل، ده اللي احنا كنا عايزين مباني نشوفه. وتفرش. مباني حكوميه كمان هنا. مش ان شاء الله هنعمل هنا، يعني لا ده لا هيكون في